ابراهيم خطور من مدير الفرع. مدير وصاحب الشركة. يعني لا تعطينا فكرة عن الفرع وشو مجال نشاطه. الفرع هون طبعا امتد من الشركة الأم اللي من هيرتي شوز اللي امتدت من أبرامو في تل أبيب والخضيرة. واحنا في الرينة موجودين اليوم مكتب هيرتي شوز. نفتح فرع جديد لنا في العفولي. فرع العفولي راح يتميز انه يخدم الكرة المجاورة لنا وطبعا الناس السكان المحليين، يقدم كل الخدمات السياحية من تذاكر طيران من اصدار فيز للدول اللي بتتطلب لرحلات بحرية، رحلات جميع انواعها، حجز فنادق اذا كان من دول مجاوره دول عربيه واذا كان في دول اوروبا او رحلات زي ما حكينا برضه نعم، ورزم سياحيه عاديه متعارف عليها اذا كان لايطاليا لرودوس لمرمى لكريت لانه مرمى فيهم حاليا مسكر، اسطنبول، يعني كل الخدمات السياحيه تحت سقف واحد. لماذا اخترتم هذا المكان هنا في مدينه العفولي؟ اولا احنا المضبوط عندنا المكان في الريني بيخدم منطقه الريني والمواصي والقضاء، وفكرنا كمان نقرب شوي اكثر لجماعتنا في منطقه المثلث او منطقه الوادي إسرائيل مروس منطقة المال، فأول عليهم كمان برضو نشوف معهم برضو قريبين عليهم. والأسعار شو بالنسبة للأسعار يعني؟ حاليا والله أو حاليا هذا نسبة الافتتاح في فرع العفولي اللي مسكر عندنا بهاي الفترة راح يحصل على تخفيضات جدا كبيرة، وخاصة في مجالات اللي احنا كثير سبقين فيها قضية سينا او الاردن او طابة، طبعا طابة شرم الشيخ، لانه احنا الشغل تبعنا مباشر مع الفنادق لانه شركتنا كمان متواجدة في سينا الا الشركة، وفي حتى معنا هون ناس شركاتنا ومعنا كمان مصريين موجودين معنا في الافتتاح واكيد شفتهم حضرتهم، فبسهل كثير الموضوع من ناحية خدمة ومن ناحية اسعار. يعني احنا بنوفر عامل اللي هو الشركات الثانيه انها تاخذ معنا عموله، فطبعا في له معنى انه ينزل من السعر. بتمنى لكم التوفيق والف مبروك. اللي كثير ناس من المنتزه بيعرفوها وراح نتشرف نساعد باي شيء بدنا اياه، يعني اهلا وسهلا دائما. شو بتحكينا عن بالنسبه للفرع هون؟ الفرع احنا بنشتغل كل شيء، سياحه داخليه خارجيه ثلاث بلاد طبعا الى طيران تأشيرة الدخول للعالم كله، إبحار، رحلة منظمة، أيامات كيف، كل إشي موجود عندنا. يعني أسعار نفس الشيء تقريبا زي الباقي، بس إحنا بنعطي إجمالا تخفيضات 5% لكل شخص. يعني ويعني هنا منطقة قريبة من احنا طبعا الميزة اللي هون احنا قريبين على منطقة المثلث طبعا على كل الكرة العربية، دبورية، كتال، كرة الصعوبية، سولم، نين، النعورة، فكان كتير هذا يعني فكرة حلوة نفتح له هون بالمركز يعني، وان شاء الله نتأمل تشريفكم واحلى وسهلا فيكم دائما يعني عندنا، تجربونا ان شاء الله دائما نشتغل هون ما عدا طبعا جمعة بعد ظهر السبت 100%. الف مبروك والى الامام. شكرا. تسلم.